وللمزيد حول قرار إعلان يوم الغدير عطلة رسمية وتبعات هذا القرار، معنا عبر خدمة زوم من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. حياكم الله أستاذ معاذ. حياكم الله أستاذ معاذ. يعني البرلمان الحالي صوت على ما يسمى بقانون العطلات الرسمية، حيث اعتبر هذا القانون مثيرا للجدل. برأيك لماذا هو مثير للجدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. الحقيقة القانون والطريقة التي تم التصويت عليه بها كلاهما مسبب للجدل. إثارة الجدل هذه تأتي من نواحي عديدة. أولا، يمكننا أن نقول كيف لسلطة تشريعية لا تستطيع أن تلملم شتاتها أو تضبط خلافاتها، فضلا عن أن تحقق الانضباط القانوني لوجودها، كيف لها أن تقر قانونا على هذه الشاكلة والجميع يعلم أن لهذا القانون أصداء وتأثيرات كبيرة في الشارع العراقي. وزد على ذلك، يتطابق هذا القانون ولا سيما بند يوم الغدير الذي أقر فيه لا يتطابق مع الحقائق، سواء كانت الحقائق الشرعية ذات الدلالة الدينية أو من الحقائق التاريخية، ولا حتى في الواقع المعاصر بين السياسيين أنفسهم. حتى السياسيون الذين ينتمون إلى ما يسمى البيت الشيعي أصلا هم غير متفقين عليه. فهذا أولا اتجاه جدلي جدير بأن يعني يأخذ حظه من القراءة ومن الرؤية ومن التحليل. الاتجاه الآخر يطرح تساؤلا، كيف يمكن أن يفهم هذا القانون على أنه قانون شرعي بينما السلطة التي أقرته مشكوك في شرعيتها؟ السؤال هنا، هل يجوز لمجلس النواب العمل مدة أكثر من 7 أشهر دون رئيس، ثم يتم التصويت على قانون له هذه الآثار على الشارع العراقي وعلى التاريخ العراقي وعلى الثقافة العراقية عن طريق جلسة تتم بالإنابة؟ هذا أيضا سؤال يثير الجدل ويثير كثير من علامات الاستفهام. كيف لتيار سياسي ادعى أنه اعتزل العمل السياسي، كيف له أن يؤثر بهذه الطريقة في السلطة التشريعية بحيث مجلس النواب لم يتردد في إقرار القانون في وقت قياسي قصير، إذا ما قسنا بالنظر إلى متى أعلنت الدعوة ومتى أقر القانون، إنه يعني فترة قصيرة جدا. ولو قارناها مع قوانين أخرى ذات تأثير وأهمية أكبر بالنسبة للعراقيين، نجد أنه تم إقرار هذا القانون بلمح البصر. خذ على سبيل المثال قانون العفو العام الذي ما زال معزولا على رفوف مجلس النواب منذ أكثر من دورتين ولم يتم إقراره حتى اليوم. من ناحية جدلية أخرى، تم التصويت على قانون العطل بالتزامن مع وجود قوانين أخرى مرافقة له تم تأجيلها وعدم البت بها، بل تم تفضيله على قوانين أخرى ذات صلة بحقوق فئة من العراقيين بغض النظر عن طبيعتها. ثم اليوم إذا أردنا أن نتكلم بطريقة التنزل أو ما يسمى كلاما متجوزا كما يقال، بأن نتعاطى مع محددات العملية السياسية نفسها، وهو من باب الإلزام وليس من باب التبني. كيف تسوق المنظومة السياسية لنفسها أن تتخطى محدداتها وتخالف أطرها العامة والخاصة حين تتخذ قرارا مثل هذا؟ ما هو متفق عليه بين أرباب العملية السياسية وفي منظومة المحاصصة الطائفية أن منصب رئيس مجلس النواب هو من حصة السياسيين السنة وفق المحاصصة، فكيف يجيز القائمون على هذا النظام أن يتلاعبوا بطبيعة الحصص ويمنحوا المنصب ولو مؤقتا لمن هو محسوب على الحكومة ثم يصدروا القوانين في ضوء ذلك؟ هذه في حد ذاتها ضربة من الداخل لمنظومة العملية السياسية. كل هذا الجدل الحقيقة نحن عبرنا عنه لنعزز من قناعتنا وقناعة العراقيين بأن النظام السياسي القائم في العراق نظام شاذ لا يقوم على شيء معتبر، وإنما على مصالح سياسية ومكاسب فئوية وحزبية ذات بعد طائفي، ويتخذ هذا النظام من مسارات لا منطقية سبل للوصول إلى غايات ومقاصد مختلفة. نعم أستاذ معاذ، يعني لربما السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا برأيك مقتدى الصدر والبرلمان الحالي اختارا تصادم مع غالبية الرأي العام العراقي الرافض لعطلة يوم الغدير؟ بطبيعة الحال ليس فقط عطلة عيد الغدير هي التي تتصادم مع إرادة العراقيين، بل إن من بديهيات المشهد العراقي أن الاتجاه السياسي برمته في العراق متصادم مع العراقيين ومتصادم مع إرادة العراقيين ومع مصالح العراقيين. انظر إلى حكومة الاحتلال التاسعة القائمة حاليا ومجلس النواب القائم بموازاتها الذي هو محل حديثنا، كلاهما ثمر لهذا الصدام.
فمن المعلوم أن العراقيين قاطعوا الانتخابات التي أنتجت هذه الحكومة وأنتجت مجلس النواب هذا، قاطعوها بنسبة تجاوزت 80% سواء في المشاركة أو في التأييد. ثم يعني زد على هذا النوع الجوهري من الصدام، ثمت مسلمات في المشهد السياسي العراقي ينبغي أن لا يتم إغفالها عند النظر والتحليل. تتعلق هذه المسلمات بطبيعة التيار الصدري سواء بتكوينه السياسي أو بقادته على وجه التحديد منهم مقتدى الصدر. هذا التيار اسمح لي أن أقول هو مغمور بالفشل، ما بين مرحلة وأخرى نسمع منه الصخب وعلى الأصوات بأنه اعتزل العملية السياسية وفارق من يسميهم المفسدين الذين هم شركائه في الأصل في العملية السياسية، ثم بعد ذلك ما يلبث حتى يعود بنفس المنهجية وبنفس المستوى من ارتفاع الصوت بأنه عاد إلى العملية السياسية، وبعد ذلك ينسحب ثم يعود، وهكذا كما يسمونه الدور والتسلسل. حقيقة في مشهد هو يعني يثير نوع من ليس من الاستغراب بل من هو السخرية أقرب. كيف لمنظومة أو لحزب سياسي أو تنظيم سياسي يدعي أنه اعتزل العمل السياسي بينما وزراؤه ما زالوا في الحكومة، نوابه ما زالوا في مجلس النواب، قراراته وأراؤه تؤثر تأثيرا مباشرا على السلطة التشريعية كما أسلفت قبل قليل، وخير دليل على هذا موضوع يوم الغدير الذي تم إقراره على وجه من السرعة. حتى يعود في كل مرحلة مقتدى الصدر من اعتزاله السياسي إلى انخراطه مرة أخرى في العملية السياسية، لا بد أن يأتي بمشهد طائفي يعزز فيه من رصيده الشعبي بين قوسين، أو يعزز من مصداقيته أمام أتباعه الذين أقنعهم بأنه انسحب، ثم لا يعني ثم الآن بدأت مبررات العودة. لا بد أن يغلق هذا الموضوع بمشهد طائفي، والدليل على هذا نفسه الآن القانون الذي تم إقراره بالأمس أعقبه اقتحام أتباع مقتدى الصدر عددا من المساجد في بغداد كما أشرتم في تقريركم قبل قليل، وزد على ذلك هؤلاء الذين اقتحموا المساجد توافرت لدينا تقارير وأخبار تشير إلى أنهم سرقوا صناديق التبرعات والصدقات التي من المتعارف عليها في مساجدنا أن تمت أماكن تحفظ فيها الأموال التي يتم أموال الزكاة وأموال الصدقات وما إلى ذلك، نهبوها وسرقوها أثناء اقتحامهم لهذه المساجد مستغلين هذه البهرجة الطائفية التي حرضهم عليها زعيمهم مقتدى الصدر. نعم، إذن كنت معنا عبر خدمة زوم من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.